طبعا ده كان سؤال الشارع، واحنا نعيش ونفتي، احنا بنحب نفتي الحقيقة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وكل المصريين بخير، وأعياد الربيع بقى والدنيا ربيع والدنيا هتنور، وأغاني سعاد حسني هتبقى موجودة معانا وحاجة حلوة. والحقيقة واحنا بنفتكر الربيع دايما بقينا رابطينه بسعاد حسني الله يرحمها، سابت حاجة بتسعدنا وسابت حاجة بتبهجنا. طيب احنا كده خلصنا أخبارنا، عايزين نشوف مع حضراتكم بقى الفقرة اللي سجلناها مع حضراتكم من أروقة مؤسسة الجمهورية. مؤسسة الجمهورية بفكر حضراتكم هي تاريخ مصري، الجمهورية ارتباطا بثورة يوليو، وكانت بداية لعهد الجمهورية في مصر، وارتبط اسم الجمهورية بهذا العهد الجديد، الجمهورية المصرية، جمهورية مصر العربية. واحنا بنتكلم عن جريدة الجمهورية بفكر حضراتكم شأنها شأن كل المؤسسات المصرية، عدى عليها طفرات وارتفعت ونزلت وارتفعت ونزلت، لكن تظل الجمهورية حصن منيع من حصون الصحافة المصرية، تظل الجمهورية شأنها شأن الأهرام، الأخبار، المؤسسات القومية العظيمة العملاقة، هي مدرسة من مدارس الصحافة المصرية. وكل مؤسسة من اللي بكلم حضراتكم عنهم ليها لون وليها طريقة وليها شكل في كتابة الخبر، في كتابة المقالات، في بتتسق وبتتناسق مع بعض في صورة معينة وبشكل معين، فتلاقي في الآخر خرجت لك ملحمة صحفية مصرية مكتوبة بأيادي مصرية. وأنا بعتبر كل من يمسك بالقلم ويخط كلمات من أجل رفعة هذا الوطن، من أجل مكافحة فكرة سيئة موجودة، من أجل مقاومة الإرهاب الفكري، من أجل توعية المواطنين، من أجل نقل الخبر بصورة محترمة، أنا بعتبرهم مقاتلين. كل من يمسك القلم فهو مقاتل بقلمه. بتختار بقى حضرتك تكون مقاتل من أجل الحق ومن أجل رفعة الوطن، أو مقاتل من أجل الباطل، أو بتختار إن أنت تكون محايد. والحياد في وقت الأزمات خيانة، والحياد في وقت عثرات وتعثرات الوطن خيانة، والحياد في وقت يحتاجك فيه الوطن ويحارب فيه الوطن من أجل بقائه ومن أجل استمراره ومن أجل ارتفاعه وارتقائه، هنا بنقول إن الحياد خيانة. الحياد في الأزمات وفي الحروب هو خيانة عظمى لهذا الوطن. ما ينفعش نتكلم عن الحياد ونقول لا احنا ملناش دعوة، أصل ما فيش مشكلة، الإرهاب مش عارف إيه وكذا، لا ما احنا واقفين بقى محايدين. لا 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 لا، حضرتك في الحالة دي مش محايد، حضرتك خائن لهذا الوطن. الانحياز هو ثقافة المواطن الشريف، الانحياز هو الدور الوطني الحقيقي اللي ممكن تلعبه في أي أزمة تعدي على بلدك، وتكون واقف حائط صد، وتكون واقف حيطة بتتسند عليها بلدك. ودورنا كلنا نحن نكون مقاتلين من أجل هذا الوطن. المقاتل بقلمه زي الفيديو اللي هنشوفه مع حضراتكم وتسجيل الحلقة اللي رحنا شفنا فيها مؤسسة الجمهورية، أو المقاتل بالكلمة سواء في وسائل الإعلام أو غيره، المقاتل بأنه بيتصرف التصرف السليم في الشارع، بيراعي مؤسسات الدولة، بيراعي منشآت الدولة، المقاتل بأنه بيكون مسؤول عن الحاجة اللي هو بيعملها، عنده حس وطني وعنده شرف ونزاهة، وكل حاجة بنعملها صغيرة للبلد دي هي قتال وهي كفاح من أجل هذا الوطن. كل طوبة صغيرة بنبنيها بنرسم بها مستقبل لأولادنا، بنبقى كمان في المستقبل هيعدي أجيال وأجيال، والتاريخ لا يكتب الآن، التاريخ يكتب بعد سنوات، وهيقول كان في سنة 2018 وسنة 2017 والأعوام اللي عدت علينا كان في ناس عظيمة، وكانوا في فراعنة محترمين بنوا هذا الوطن وأسسوا مؤسسات، احنا بنبني مشروعات وبنعمل حاجات كتيرة عظيمة جدا. هذه المشروعات واستمراريتها مرتبط بقوتنا وبقدرتنا وبإن احنا نقدر نبني ونأسس في بلدنا حاجة تانية وتالتة ورابعة. نروح معاكم مؤسسة جريدة الجمهورية، استقبلنا الأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير هذه المؤسسة العظيمة وواحد من الأقلام المتربعة على عرش الصحافة المصرية بقوة من خلال قيادته لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية، هو وكل المجموعة ومجلس التحرير الخاص بجريدة الجمهورية. و الحقيقة جريدة الجمهورية برضو لما هتمسك بقى ورق الجمهورية هتعرف الجمهورية حصل فيها ايه. امسك جريدة الجمهورية من فترة وارجع امسك الورق دلوقتي وتصفح،
الشكل مختلف، النظام مختلف، والحقيقة مش بس الجمهورية، مؤسسات مختلفة. وهنعدي على مع حضراتكم وهنشوف صحافة مصر وأقلام مصر المختلفة، هنشوف حصل إيه فيهم والطفرة اللي موجودة عندهم، ونرجع بالكلام تاني مع حضراتكم لجريدة الجمهورية، كيف تكتب جريدة الجمهورية، وكيف تصاغ كلمات جريدة الجمهورية، وكيف تنقل إلينا هذه الورقات في النهاية الخاصة بجريدة الجمهورية، عشان لما نمسك الجرنان في الآخر نطلع منه بوجبة معلوماتية وفكرية وخبرية وفيها الكثير من الآراء الوطنية الدسمة والأبعاد الأخرى اللي مش شايفينها، الخاصة بمعطيات الوطن وبالحاجات اللي موجودة في بلدنا دلوقتي. خلينا نشوف مع حضراتكم أروقة الجمهورية العظيمة، ونشوف مع حضراتكم هذا المنفذ الصحفي المصري الحر، ونرجع نكمل معاكم حلقتنا في صباح دريم، وإن شاء الله هتستمتعوا جدا بطريقة طباعة وكتابة جريدة الجمهورية. خليكم معنا في صباح دريم، أحلى صباح في مصر. و53 صدر من هنا ومن المكان اللي احنا فيه أول مطبوعة ورقية كانت بتحمل اسم حقبة جديدة من تاريخ مصر ومرحلة جديدة من تاريخ مصر، كانت بتحمل اسم الجمهورية. بعد ثورة 23 يوليو الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه قرر ان مصر هيكون لها مطبوعة ورقية، صحيفة ورقية بتتسق وبتتوافق مع الشكل الجديد للدولة، الشكل الجديد واحنا بنتكلم عن عهد الجمهورية. هنا بعدها كلف الرئيس أنور السادات الله يرحمه انه يتولى الإشراف على إصدار مطبوعة بتحمل شكل الدولة الجديدة وتضع أفكار وطنية وقيم جديدة وتبث الانتماء في روح المصريين. بعد 53 صدر هذه المطبوعة، صدرت بالفعل وبقت موجودة في أيدي المصريين. من الوقت ده ولحد دلوقتي بيستمر العطاء داخل مؤسسة الجمهورية، أقلام وطنية يحاربون الفكر بالفكر ويكافحون من أجل هذا الوطن بأقلامهم، مقاتلون بالأقلام هم من يكتبون في جريدة الجمهورية. عدت الجمهورية بمراحل كتيرة جدا، صرح اللي احنا واقفين قدامه مع حضراتكم صرح عملاق مر بالكثير والكثير من متغيرات هذا الوطن، عدى عليه ناس كتير وعدى عليه أحداث كتير، وبقيت الجمهورية شامخة صامتة أمام كل محاولات إرهاب المصريين فكريا، وبقيت الأقلام في جريدة الجمهورية تقاوم وتكافح كل ما يبث لهد هذه الدولة أو لهدم الانتماء داخل الدولة المصرية. بنتشرف النهاردة مع حضراتكم في صباح دريم إن احنا نكون موجودين في مدرسة الجمهورية، وكل صحيفة وطنية صدرت في مصر صنعت مدرسة خاصة بيها، وما كانتش فقط مدرسة وطنية لكن كانت مدرسة للصحافة العربية، وأسست وانطلق من بعدها صحف عربية بتسير على نفس النهج وعلى نفس الأداء. النهاردة بنتشرف وبنكون بصحبة رئيس تحرير هذه المؤسسة ومن يتربع على عرش المؤسسة الصحفية القوية، بصحبة الكثير من الزملاء الصحفيين يتربعون جميعا على عرش المقاومة من أجل هذا الوطن والكتابة من أجل هذا الوطن، يقاتلون بأقلامهم من أجل نهضة مصر ومن أجل خريطة جديدة يرسمها المصريون. بيشرفنا النهاردة وبيستقبلنا وهنكون في صحبة حضراتكم في رحلة ولأول مرة في أماكن جديدة ودقيقة داخل جريدة الجمهورية، ستطأها أقدام الكاميرا وستعرض على الشاشات مع حضراتكم عشان نعرف معاكم إزاي جريدة الجمهورية تكتب وكيف تطبع وكيف تصل إلى أيدينا. مشرفنا ومنورنا الأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، صباح الفل ومنورنا وأهلا. صباح الخير يا فندم عليك وعلى مشاهدينك وعلى الشعب المصري اللي الجمهورية بتجتهد وتتعب علشان تعبر عن طموحاته وتطلعاته في انحياز وطني واضح في ظهر الدولة المصرية جمهورية. زي ما حضرتك تفضلت وقلتي 7 ديسمبر 1953 صدرت بترخيص من الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، لأن أي ثورة بتتولد لابد أن يكون لها إصدار صحفي بيعبر عن أحلامها تطلعاتها مطالبها بيحمي مكتسباتها، فتقرر أنها تنشأ وتصدر جريدة الجمهورية. ومن شرف الجمهورية أنها حظيت أن يتولاها
يصدر قرار تأسيسها الرئيس جمال عبد الناصر ويديرها الرئيس الشهيد محمد أنور السادات. فأنا عايز أقول ده شرف كبير أن الجمهورية ولدت من صلب ورحم الوطنية المصرية. إحنا دايما بنتفاخر ونفاخر أن إحنا الجريدة يعني في صحف وعمالقة برضو كانت إصدارها من شخصيات لبنانية، صحف تانية كان، لكن تظل الجمهورية دي حالة خاصة وحالة منفردة إنها دايما بتواكب الروح الوطنية. ولدت مع ثورة 52 وما زالت أيضا كان في انحياز كبير جدا لأحلام المصريين بعد 2013، انحياز كامل أيضا في حرب مصر، قوات مسلحة، الجيش والشرطة ضد الإرهاب. يعني إحنا بنتمنى دايما مطالب الدولة الوطنية، بننحاز ليها، بنعبر عن أحلام الشرفاء من هذا الشعب، ويعني بنحارب ونجابه بكل ضراوة وبوضوح وعدم حيادية كل من يعادي هذا الوطن أو يتخذ موقفا مضادا أو يحاول يشوه أو يخدع المصريين. حتى وعلى رأس هذه الكتيبة المقاتلة هو رئيس التحرير اللي دايما بيرى أن الجيش وبيرى أن الشرطة دول ولادنا، دول أبنائنا اللي هم بيحمونا، دول عصب الدولة المصرية، هم الأعمدة الرئيسية فيها. من صالح أي مصري وأي شريف أن يظل البطل الوطن موجودا وشامخا ومرفوعة راياته ومرفوعة هاماته. مع حضرتك ومع مشاهدي صباح تريم، وبنروح مع حضراتكم بقى لرحلة جوه المكان ده. هنروح مع حضرتك دلوقتي أستاذ عبد الرازق رحلة، لكن هتقول لي إيه عن الرحلة دي قبل ما نبدأ ونشوف كيف تكتب وتطبع جريدة الجمهورية العريقة؟ أي عمل ورقي مكتوب لابد أن يكون في رؤية مكتوبة أو مدروسة من قبل كده. إحنا دايما مخططنا مش مجرد بنعبي الجرنان بأشياء وموضوعات إحنا ملناش دور فيها، ملناش فكر فيها. بيتم سواء العاد الأسبوعي بتبقى تكلفاته من يوم السبت، العاد اليومي هناك يوميا في مجلس تحرير بيحدد المضمون والتوجه للجريدة الصادرة في التاني يوم، بينطلق الزملاء لتحقيق هذه الأهداف وتحويل الأفكار لموضوعات على صفحات الجرنان. عندنا مواكبة للأحداث وللأخبار ومتابعات ما بعد الخبر، ممكن تكون المرحلة الثالثة اللي ما بعد الخبر. هناك متابعة لأنشطة السيد الرئيس، لأنشطة السادة الوزراء ومجلس الوزراء، هناك متابعة للشأن العالمي وما يحدث فيه من متغيرات ومنعطفات حادة، هناك جرعة للتوعية المواطن سواء بناخدها على صفحاتنا مثل حرب الأفكار، مثل بعض المقالات المستنيرة اللي بتوضح وبتفسر حقيقة ما يحاك ويدار ويجري في مصر. لا، الجرنان بيحاول حتى القارئ البسيط في القرى والنجوع بلغة بسيطة ولغة سهلة وسلسة بدون تعقيدات. احنا بنقول الجمهورية ليست كتاب ثقافي بقدر ما هي خلطة صحفية بسيطة بتشبع القارئ سواء في السياسة أو الرياضة أو الحوادث أو حتى الفكر العام، سياسات وتوجهات الدولة، بطولات وتضحيات الجيش والشرطة. دايما بنأخذ حتى الأغاني الوطنية في تغطية العملية الشاملة سيناء، كنا دايما بنحط عنوان أحمر فوق الترويسة، أحلى بلد بلدي وأجدع وأشجع ولد ولدي، أبطال نفسينا حمين أراضينا، الجيش المصري مصنع الرجال وعرين الأبطال. نحن لا نخجل من انتماءاتنا، لا نخجل من قناعاتنا، أن قناعاتنا ومصلحتنا في قوة دولتنا ومؤسساتها. الرئيس منذ أن جاء إلى سدة الحكم وهو يحاول ويسعى بكل قوة لتثبيت أركان الدولة المصرية التي كادت تسقط في 2013 وقبلها ب 2011، لكن زي ما قلت لحضرتك أن في مصر زاخرة بالرجال الشرفاء اللي خدوا على عاتقهم ان مصر ابدا ابدا لن تسقط. ابدا لن تسقط برجالها ممن يحملون السلاح، والاسلحه المصريه كثيره ومتعدده، اسلحه عسكريه وايضا اسلحه فكريه، ويبقى السلاح الاقوى والاكثر تاثيرا على العقل وعلى الفكر وهو سلاح القلم. مقاتلون باقلامهم في جريده الجمهوريه. نبدا مع حضراتكم هذه الرحله، تابعونا في صباح دريم. وعلى
على خطأ الرعيل الأول من مستخدمي القلم كسلاح وكأداة لبناء الدولة وكأداة لبناء الإنسان. بنستمر مع حضراتكم في أروقة هذا الصرح العظيم، الجمهورية العظيمة التي أسست مدرسة من مدارس الصحافة المصرية العريقة، والتي أسست أجيال وأجيال من محركي هذا الوطن للأمام، جيل عظيم من الصحفيين تخرج من مدارس الجمهورية. واقفين مع حضراتكم في المكان اللي بتطبع فيه صفحات هذه الجريدة العظيمة، وبيطبع فيه فكر الكثير من أبناء هذه المؤسسة. مع حضراتكم هنا في الديسك، ومعنا في ضيافتنا وبيستمر في استقبالنا الأستاذ عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير هذا الصرح على عملاق جريدة الجمهورية. أستاذ عبد الرازق، وإحنا بنكمل مع حضرتك المشهد، إحنا فين دلوقتي بقى؟ إحنا النهاردة في الحاجة اللي بنسميها دايما الديسك، هو القاطرة اللي بتقود جريدة الجمهورية، هو العدد الأضخم والأكبر سواء صحفيا أو إعلانيا، أو في تخريجه للقامات الصحفية والكتاب الكبار اللي موجودين. ديسك العدد الأسبوعي مختلف بعض الشيء عن ديسك اليومي. ولادة العدد الأسبوعي بتبدأ من يوم السبت، في أن احنا بنعمل اجتماع بنطرح فيه كل الأفكار اللي موجودة على الساحة، الزملاء كل بيتفقوا على الموضوعات اللي هتضمنها العدد الأسبوعي الصادر كل يوم خميس، من أفكار، من ملفات، من تحقيقات، من حوارات، من انفرادات، من تصريحات خاصة. هدفنا الأول والأخير هو الانحياز للدولة المصرية، الانحياز للوطن. استراتيجيتنا ان احنا نعمل صحافة وطنية وفي نفس الوقت جذابة ومقروءة والقارئ يرغبها. بنعبر، الجمهورية دايما كانت هي جريدة الشعب اللي بتعبر عن ألامه وأحلامه وتطلعاته، واللي أيضا صدرت لتكون لسان حال ثورة 23 يوليو 52، وكان تاريخ صدورها مع العيد الأول للثورة في 7 ديسمبر سنة 53. لذلك من زخم الكتاب، وزي ما حضرتك لفت النظر وبشكرك على هذا الإطراء اللي أنا شايفه أنه مستحق، لأن الجمهورية كانت منبر لكل أرباب القلم والفكر اللي موجودين في مصر. كان موجود طه حسين، كان حسين عبد القدوس، كان كامل الشناوي، كان رموز الكلمة والقوة الناعمة اللي كانوا موجودين في مصر خرجوا من جريدة الجمهورية. اللي أنا عايز أقوله، الأهم ما يميز كمان جريدة الجمهورية في موضوعاتها أن دايما ملتحمة مع الناس، ملتحمة مع الشعب، بتعبر أيضا عن قضايا الوطن، بتدافع عنه من خلال أبوابنا السبت. احنا عاملين من 10 شهور صفحتين اسمهم حرب الأفكار، بنحاول نفتت ونكسر ما يستند إليه الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية من أفكار بتحاول أن تغرر بها بعقول الشباب، سواء مثل فكرة الحاكمية أو غيره. وعلى فكرة هم ليسوا دعاة دين على الإطلاق، ولكن المسألة أنهم جماعات من المرتزقة بيحاولوا يجدوا أشياء يحترمها وبيقدسها المصريين زي الدين، ومن خلال هذا الحب المدخل أو ينفذوا إلى عقول الشباب، وزي ما بيحصل بيجندوا عناصر الشباب وبيخدعوهم لدرجة أنه هو بيفجر نفسه أو غيره، والاستسلام الكامل تحت خداع، وهم مجندين من قبل دول وأجهزة المخابرات. دي حقيقة الأمور وحقيقة ما يجري. لكن أنا برجع لجريدة الجمهورية كمان، إحنا عايزين عاملين صفحتين ينزلوا 6 مرات أسبوعيا مع الناس، بنعبر عن مشاكلهم، بنتولها مش بس مجرد النشر، ده احنا بناخد بأيديهم وبنصر ان احنا نتبناهم لغاية ما نحل مشاكلهم مع المسؤولين، او حتى لو كان ليهم احتياجات مادية او طبية وعلاجية بنحاول ان احنا نوفرها لهم. في دايما الجمهورية عرفت بأبواب يمكن حبها المصريين في القرى والنجوع والكفور، اهتمامنا الكبير بالرياضة وانفراداتنا، اهتمامنا بالحوادث، اهتمامنا بالتعليم، ولنا مصداقية عالية جدا جدا في التعليم، لدرجة ان احنا ايام الامتحانات الجمهورية بتنفذ وسعرها بيتضاعف 3 و4 و5 و6 مرات. الامتحانات والتوقعات اللي بتيجي والحاجات دي، واحنا بصدد ان احنا نعمل سلاسل او كتب تعليمية في كل المواد، بنحاول نقدم للطالب وجبة تعليمية مبسطة وميسرة، حتى يعني بنتخيل معاه أعقد سؤال ممكن يفكر فيه وضع السؤال، وبنحاول نوجده له، بنعرفه إزاي يجاوب، إزاي يحل البوكلت،
عندنا كل دايما وزارة التربية والتعليم بتقول ان المنهج لا يخرج من كتب الوزارة، احنا كل الاطروحات موجودة في كتبنا التعليمية الجديدة، وان شاء الله نقدم خدمة محترمة يعني تليق بالقارئ والطالب المصري ان شاء الله. وانا طبعا احنا شايفين مع حضراتكم واحنا بنتجول كده الحماس عند استاذ عبد الرازق بخصوص الاصدار والشكل الجديد للجمهوريه. الحقيقه الجمهوريه اترسمت بشكل تاني وبخريطه تانية، والناس بقى قراء ومزاجنجيه الصحافه زي ما بيقولوا كده، الناس اللي بتمسك جرايد هتلاقي حضرتك الشكل الجديد اللي اترسم في الجمهوريه منظم اكتر، الصور بقت خلينا نقول واقعيه اكتر ومتسقه مع الشكل العام، الخريطة والأبواب بقت مرتبة أكتر، والقرب من القلب بقى متوافق أكتر مع الحالة اللي بتعدي فيها مصر، المرحلة طبعا معركة التنمية والمعركة العسكرية وكل الحاجات اللي بتواجهها مصر في الفترة دي، كانت الجمهورية من أقرب القراءات اللي ممكن تقراها فتحس أن أنت عايش الواقع المصري. إحنا هنا في الديسك، المفروض بقى أستاذ عبد الرازق بعد الديسك هروح لفين؟ هو يعني تعليقا على كلامك وبشكرك عليه، انت حضرتك اوجزت كل اللي انا عايز اقوله. احنا لما من 2011 وشاننا شان الكثير من مؤسسات الدوله تعرضنا لحاله ترهل، حاله يعني بنشكر اولا كل زميل ساهم وسبقني وليه كل المكانه والاحترام، بس احنا نجحنا في تشخيص امراض ومشاكل الجمهوريه اللي كانت موجوده، ومن ابرزها كان الشكل. ف أسندنا المهمة لأهل الخبرة، مش بس أهل الخبرة وأهل الإبداع، فكان الزملاء في الإخراج الفني بقيادة الأستاذ سيد عبد الحفيظ والأستاذ هشام كمال اللي وضعوا لنا مكتة الجمهورية الجديد اللي متفقين عليه يمكن قبل التغييرات بسنة تقريبا، وأعتقد أن الجمهورية خدت أحسن إخراج على مستوى الصحافة المصرية وجائزة مصطفى وعلي أمين، وده شرف كبير لنا. الجمهورية واخدة كمان أحسن مضمون صحفي، ما بقناش بقى في المضمون في معالجة وفي رؤية، بنعرف نتعامل إزاي. يعني على سبيل المثال في الانتخابات الرئاسية كنا عاملين خطة حرفية وخطة علمية، بحيث عندنا رهانين نقول الرهان الأول كان تشجيع المصريين وتحفيزهم على المشاركة والنزول، والحمد لله احنا ساهمنا بقدر متواضع ان احنا نحقق هذا الهدف، وشفنا الملحمة والتطوير المجد اللي سميناها في منشتاتنا اللي أبهرت العالم، وكانت بالفعل المصريين أمام مسؤولياتهم على قدر المسؤولية. يعني الديسك دايما هو المطبخ الصحفي اللي بتعاد فيه الصياغات للأخبار، بتطرح فيه الأفكار، بتتخذ فيه الأولويات، سواء إيه المانشيت أو إيه الرئيسي أو بقية الأخبار، أخبار الصفحة الأولى، أخبار الصفحة الثانية، أخبار الصفحة الثالثة وهكذا. عندنا الرؤية النهائية للملفات للإشارات، بعد كده الزملاء كل المندوبين وكل اللي عنده تكليف بيجيبوا للديسك. عندنا زملاء هنا قامات لهم من الخبرات الكبير، عندنا شباب موهوب في الديسك يستطيع أن يتعامل مع الخبر بشكل لا يضر الوطن، بشكل صحفي ومهني صحيح 100%. العنوان البسيط الجذاب اللي يشد القارئ. عندنا خدماتنا النماذج التعليمية بنحاول نحطها في الفاترينا اللي هي الصفحة الأولى، يعني هي منظومة اللي هي بيسموها عقل الجرنان أو مطبخ أي جريدة هو الديسك، وثم بعد ذلك بتنزل بتروح الأخبار للزميل المخرج اللي هو بيحط الماكيت، بعد كده بينزل لحاجة اسمها التجهيزات للمنفذين والتصحيح عشان المنظومة تدار حتى ينزل الأمر إلى المطبعة، بعد ذلك نتلقى الإصدار وهو جريدة الجمهورية. طبعا سمعنا مع حضراتكم الخطوات. احنا هنا في الديسك، والديسك في الوسط الصحفي تلاقيه مقترن بالقص، لكن احنا واحنا بنتكلم عن الشكل الجديد للصحافة المصرية والنموذج الحديث في جريدة الجمهورية، هتلاقي الديسك مقترن بالتعديلات الإيجابية، الديسك مقترن بوضع العنوان البسيط المباشر، وده اللي بقى بيميز الجمهورية في الشكل الجديد، ان انت بتقرأ العنوان فبتفهم الخبر وما بتحتاجش ان انت تروح في تفاصيل كتير والتوه. فاحنا هنا في المطبخ ومكملين مع حضراتكم ومع استاذ عبد الرازق اللي بيستضيفنا في هذه المؤسسه الوطنيه القوميه العملاقه بكم كبير جدا من الايادي المبدعه المصريه وبكم كبير من الاقلام المصريه، وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم الديسك اعمار مختلفه اجيال مختلفه، ولما تلاقي الاجيال المختلفه بتشتغل مع بعض انت بتتكلم عن منظومه متكامله، لان انت هتوصل لصوره او لخبر او لعنوان هيخاطب كل الفئات وكل الأجيال، وهتلاقي الناس ما عندهاش مشكلة من أي مرحلة عمرية إنها تستوعب اللي مكتوب قدامها. نكمل مع حضراتكم ونشوف الخطوة اللي جاية في الجمهورية.
بنستمر مع حضراتكم مرحلة في مرحلة في مرحلة داخل جريدة الجمهورية. والجمهورية لما تقول جريدة الجمهورية تلاقي نفسك بتسترجع ذكريات بداية الجمهورية في جمهورية مصر العربية. بدأنا من سنة 53 وكانت رحلة عظيمة جدا لجريدة الجمهورية بارتفاع للأعلى جدا جدا جدا، وبعض التعثرات اللي عدت على كل المؤسسات المصرية بترجع تتماسك تاني. وقفنا مع حضراتكم وشفنا الديسك وشفنا معاكم المطبخ وشفنا معاكم ازاي بنطبخ الأخبار في جريدة الجمهورية. هنا احنا مع حضراتكم برضو في التجهيزات الفنية، دي المرحلة التانية في العدد الأسبوعي، والعدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية هو الأكثر قربا للقلوب والأكثر خصوصية. معنا مدير عام جريدة الجمهورية العدد الأسبوعي الأستاذ خالد أمين، منورنا في صباح دريم. صباح الفل على حضرتك يا أستاذ خالد. أهلا بحضرتك فندم. صباح الخير. أهلا بحضرتك فندم. أهلا. خليني أعرف من حضرتك بقى إحنا هنا فين وبيحصل إيه؟ إحنا حضرتك هنا في قسم التجهيزات الفنية في الجريدة. المكان ده يعني في خلاصة كده أنه المكان ده هنا بيتولد الجرنان كل يوم، يعني بعد حضرتك ما تخلص المراحل ينتهي المادة الصحفية أو الخبر الصحفي أو التحقيق أو الحوار من الكتابة والمراجعة في الديسك المركزي والمراجعة في التصحيح ينزل هنا في التجهيزات الفنية. هنا بيتولد زي ما قلت حضرتك الجرنان في الساعات ما بين الساعة 4 تقريبا لحد الساعة 6. قوة التجهيزات الفنية ما يقرب من 200 زميل هنا في قسم التجهيزات الفنيه. المكان بتاعهم بقى هم قاعدين كل واحد عارف هو بيعمل ايه بالظبط يا فندم. هو مثلا كل واحد بيبقى تجي له صفحه معينه، مثلا الصفحه الاولى او الصفحه الثانيه او صفحه التحقيقات او صفحه الحوارات، حضرتك بيتولى تنفيذ الخطه الصحفيه اللي اتوضعت للخبر ده، مثلا الشكل، الكم عنوان، شكل العنوان، الموضوع ده يبقى فوق ده يبقى تحت. فهو قسم مهم وركيزة أساسية حتى يخرج أي جرنان أو أي عدد في شكله النهائي. أنا شايفة المكنة دايرة زي ما حضراتكم شايفين بأقصى طاقتها، كل الناس شغالة. المفروض أن احنا النهاردة بقى بنجهز لصدور العدد الأسبوعي هنا في التجهيزات الفنية. المفروض أن على طول الأسبوع بتشتغلوها إزاي بقى العدد الأسبوعي تحديد؟ هو بيبدأ حضرتك العدد الأسبوعي بيصدر الخميس، تبدأ الخطوة الأولى من يوم السبت. يوم السبت بيبقى فيه اجتماع لكل المحررين في العدد الأسبوعي، بنناقش العدد اللي فات والرؤية، لو في يعني وجهات نظر نستمع لرأي جميع الزملاء، حد لي وجهة نظر معينة لتطوير موضوع معين لفكرة معينة. ثم بعد مناقشة الأفكار والأحداث الأهم قضايا أو أحداث الأسبوع يتم تكليف زملاء بيها، يعني فيه الحوار الصحفي، فيه التحقيق الصحفي، في فكرة الملف الصحفي، فكرة الملف اللي بيختص بها العدد نفسه، تبقى تبين شخصيته اللي بيتميز بها عن جميع الأعداد. لأن العدد الأسبوعي في أي جريدة مش في الجمهورية بس بيمتاز عن باقي الأعداد، إنه لازم يعني ببساطة كده يتعمل عشان يتقري طوال الأسبوع كله، واخد بعد في المادة الدسمة، في الستوري، في يواكب كل الأمزجة الصحفية. العدد الأسبوعي لما تقرأ أي جريدة هتلاقي العدد الأسبوعي هو العدد اللي بيسموه العدد التقيل في الجرنان، لأن أنت بتبقى ماسك الجريدة طول الوقت، بتقرأ الأخبار اليومية، بتقرأ الأحداث اليومية، تيجي عند العدد الأسبوعي والإصدار الأسبوعي تلاقي نفسك أولا بتجمع القضايا الخاصة بما فاتك في الأسبوع، ثانيا بتركز على الاستشراف بقى الفترة اللي جاية، لأن هو هيسيبك وهيرجع يقابلك تاني الأسبوع الجاي، فبيربط لك الأسبوعين ببعض في العدد ده جنب القضايا الثابتة اللي بيهتموا بيها. القضايا اللي بتركزوا عليها أكتر في العدد الأسبوعي بتكون إيه يا أستاذ خالد؟ إحنا بنركز على القضايا الجماهيرية، يعني دايما الجريدة الجمهورية بتضع القارئ، بتضع الجمهور في نصب عيونها في أي موضوعات، بالإضافة إلى طبعا طبيعة المرحلة في القضايا الوطنية تبقى لها أولوية. هذه المرحلة مرحلة استثنائية تمر بها مصر في تاريخ مصر، مرحلة إن شاء الله استقرار، فالجمهورية بتواكب هذا المشروعات التنموية، الاستثمارات الأجنبية. مثلا كان على سبيل المثال مثلا مشروع الضبعة النووية، مثلا حقل زهر. في طبيعة المرحلة بتحتم عليك، تفرض عليك أنك طبيعة الموضوعات تبقى تلبي النداء الوطني في المقام الأول والنداء الجماهيري في نفس الوقت. أستاذ خالد حضرتك بقى كلمني عن مسيرتك وصولا إلى مدير عام العدد الأسبوعي في جريدة الجمهورية العريقة، لو حطيت لي خطوات كده هتبقى إيه؟
والله الحمد لله، يعني انا انتميت الى الجمهوريه يعني من سنه دخلت، جيت محرر تحت التمرين في سنه في سبتمبر 92. عملت في قسم الحوادث والقضايا، وده اثر في ذي وصقلني بحاجات وشفت حاجات، لان كان الشغل كله ميداني، فده يعني استفدت منه مهنيا لدرجه كبيره جدا. تدرجت بعد كده حضرتك الى رئيس قسم الحوادث، ثم مساعد مدير تحرير، ثم نائب رئيس تحرير، ثم الحمد لله مدير تحرير العدد الاسبوعي. لو حاطين خطة بقى لتطوير العدد الأسبوعي، وإحنا بنقول مع حضراتكم العدد الأسبوعي بنتكلم على نفس فكرة العدد اليومي، لكن مع ضغط الوقت هنا الناس بتشتغل على ملفات أبعد، مسافات أكبر، ملفات ليها شكل مختلف، زي ما قلت لحضراتكم بيسيبك وبيرجع لك، فلازم يكون شامل لك الملف كله، لكن هي نفس الخطوات لإصدار العدد اليومي. خليني أخد مع حضرتك بقى الخطة اللي بتحطوها مدتها قد إيه لتطوير العدد الأسبوعي. كلمة السر كلها تبدأ من الاجتماع بعد ما يصدر العدد، حضرتك بنناقش، يعني ما بنركزش على الإيجابيات، ما نسمحش لحد يقول لي لا، احنا عاوزين النقاط الضعف عشان لما نشوفها احنا بعينينا ونحاول نعالجها ونحاول نجود في المادة ونحاول نطور في القضايا اللي بنتناولها، ده بيبقى شكلنا. حتى في الاجتماع حضرتك بنركز على ايه الحاجة اللي ما عجبتش الزملاء الأسبوع ده في العدد ده، بحيث نتلاشاها، يعني واخد بال حضرتك. فدايما يبقى نقد ذاتي في المقام الاول، يعني مدرسه النقد الذاتي تبقى افضل، واخد بال حضرتك. احنا اسبوعيا بنراجع الافكار وبنراجع الموضوعات وبنراجع الغلطات، ولحد ما نتوصل الى نتفق على موضوع الملف، موضوع الحوارات اللي هتنزل، موضوع التحقيقات، يعني ما بيتعملش تحقيق واحد ولا ملف واحد ولا حوار واحد، لا، تبقى عند حضرتك سلسله كبيره من الملفات والحوارات والتحقيقات والقضايا اللي اتعملت واتجهزت بالفعل، ولكن اختيار انهي من هذه المادة الصحفية كلها اللي ممكن ينزل على العدد ده وممكن اللي يتأجل، هو ده بتستدعيه طبيعة الحدث، طبيعة دلوقتي ايه اقرب حدث مهم جماهيري، حدث لازم يتعرض في التوقيت ده، هو ده اللي بيحدد اسبقية النشر وتأجيل موضوعات اخرى الى اعداد قادمة. الخطوة اللي جاية بقى بعد التجهيزات الفنية، شفنا معاكم المراحل وواقفين دلوقتي في مرحلة من ضمن المراحل، الخطوة اللي جاية ايه؟ حضرتك هنا زي ما قول حضرتك، هنا المكان اللي بيتولد فيه الجورنان بيتجهز فيه، كل ما تتجهز كل صفحات الجورنان هنا، صفحة مثلا حضرتك مثلا هنا يتعملت في التجهيزات، مثلا صفحة اتعملت في التجهيزات حضرتك هنا دبر حضرتك، او دي حاجة جاهزة، خلاص قسم التجهيزات تعمل الصفحة دي كلها حضرتك. بالظبط، هو بس مش رصها من بتلقائية، لا، هو في حضرتك في مادة صحفية جات تم التقييم على أساس إن الموضوع ده هو الموضوع المهم، هو الموضوع الذي يبرز، يبقى في صدارة الصفحة، يبقى احنا بنسميه باللغة الصحفية رئيس الصفحة. يعني في مثلا لو في الصفحة دي فيها خمس موضوعات، ايه الموضوع اللي بقى رئيس الصفحة؟ ده بيتوقف على حيوية الموضوع، وده اللي بيحددها طبعا مدير التحرير او المسؤول عن العدد، يتحط الموضوع ده يقول ده رئيس الصفحة، وده الموضوع اللي بعده، وده مثلا في مقال بعد كده، تنزل سكرتير التحرير، سكرتير التحرير حضرتك يرسم الصفحة دي بيكون شكلها دي قبلها، بعد ما حضرتك حدد المادة الصحفية على موضوع رئيسي أو مش موضوع رئيسي أو اللي بعده، يجي سكرتير زميل سكرتير التحرير يرسم الصفحة بالقلم الرصاص، أو بالقلم الرصاص بالظبط، القلم الرصاص زميلنا سكرتير التحرير يرسم الصفحة بالرصاص كده، تنزل للتجهيزات مرسومة بالرصاص، واخدة بالحضرتك، قسم التجهيزات يحولها من رسم رصاص إلى صفحة شبيهة بالصفحة اللي هتطبع تاني يوم، واخدة بالحضرتك، تاخد الشكل ده. بعد ما تصل الى هذا الشكل، في حاجه قسم اسمه قسم السي تي بي حضرتك، الصفحه تروح يتعمل لها زنكات، الزنكات دي برضو مرحله من مراحل اصدار الجورنال، بعد كده تنزل الزنكات المطبعه، تبدا يتم تجميع الزنكات بشكل هندسي معين، بحيث الزنكه مثلا رقم 1 تبقى رقم 28 عشان لما تلف المكنه في تسلسل هندسي معين،
يبدا الجورنان. ورق الجورنان زي ما حضراتكم عارفين بيبقى متلاصق، صفحتين صفحتين صفحتين، فعشان حضرتك تطبع ورقه واحده لازم تكون مرتب هنا ايه وهنا ايه، هنا مثلا رقم واحد هنا 28 هنا 2 هنا 27، الدنيا بيبقى ليها ترتيبه مختلفه. دي الخطوه اللي جايه المفروض. بالظبط يا فندم بالظبط. بعد الخطوه هنا بعد هنا هتروح الزنكات في سي تي بي، سي تي بي جاهزه تتحول الى زنكات. الزنكات خلاص بقى تبقى مش ناقصه الا مرحله الطبع في المطبعه، وفي المطبعه بتتحول الزنكات الى جورنال يطلع كده حضرتك كانه وليد جديد. يعني احنا دلوقتي نروح فين بقى بعد المكان اللي احنا فيه الخاص بالتجهيزات الفنيه؟ هنصور فين تاني؟ المفروض نشوف مراحل الزنكات في قسم السي تي بي. اروح مع حضراتكم، تابعونا في صباح دريم الخطوه اللي جايه وما قبل الطباعه لجريده الجمهوريه. جمهورية جمهورية، المحطة قبل الأخيرة في قطار الجمهورية هنا قسم السي تي بي. هنشوف مع حضراتكم وصلنا لفين. عندنا معاكم على مراحل مختلفة خاصة بطباعة عدد العدد الأسبوعي كنموذج حتى لطباعة الأعداد الديلي اليومية الخاصة بجريدة الجمهورية. وصلنا مع حضراتكم في المحطة قبل الأخيرة ومع برضو أستاذ خالد أمين، وإحنا مع حضرتك قولي إحنا فين بقى دلوقتي وإيه اللي بيحصل. إحنا حضرتك في قسم السي تي بي حضرتك، هو المرحلة اللي بيقوم هذا القسم بيقوم بالمرحلة التالية لما يقوم به قسم التجهيزات الصحفية ويسبق ما تقوم به المطبعة. تيجي حضرتك الصفحات من التجهيزات الفنية بعد توقيع كل الخطوات الصحفية فيها من رسومات وصور وشكل العنوان وشكل البند فيها، تيجي جاهزة تيجي هنا القسم السي تي بي تطبعي، يتحول الكلام من ورق إلى يبقى مكتوب على ورق، يصبح مكتوب على زنكات. كل زنكة تمثل صفحة من صفحات الجورنان، عدد الزنكات النهائية يساوي عدد صفحات الجريدة، تنزل المطبعة عشان نشوف العدد الجديد إن شاء الله من جريدة الجمهورية. تمام، قولي بقى حضرتك بتعمل إيه؟ دلوقتي قسم التجهيزات الفنية بيبعت لنا الصفحات من خلال الشبكات على قسم السي تي بي اللي هو التصوير قبل الجورنان قبل ما تنزل المطبعة. أنا بستقبل الصفحة هنا مثلا زي صفحة 20 دي كده مثلا، وأبدأ أشوف بروفة أراجع فيها لا يكون فيها أخطاء لغوية، كلمات ضربة، صور متحركة، بعد كده ببعتها على المكنة تتصور عشان بعد كده تنزل على المطبعة عشان يطلع الجورنان إن شاء الله. لو حبيت اخد من حضرتك ده كنموذج، ده ايه؟ ده نموذج تعليمي جريده الجمهوريه بتقدمه بقاله اكتر من 50 سنه لطلاب الثانويه العامه والمراحل التعليميه على مستوى مصر. جريده الجمهوريه بتنفرد بيه على مستوى الصحف المختلفه ان احنا بنعمل ملحق تعليمي متميز باسم جريده الجمهوريه. أشوف مع حضراتكم ومع القائمين على هذا المكان العظيم ومرحلة ما قبل الطباعة، نشوف معاكم المفروض بقى نحط من هنا الزنكة وتطلع من ناحية تانية بالشكل ده. نستمر مع حضراتكم في أروقة الجمهورية، ووصلنا هنا لمكان من الأماكن المهمة جدا. المفروض أن احنا بنعدي معاكم كل المراحل، من ضمن المراحل دي لو في أي خطأ أو أي حاجة بيتم تصحيحها. مكملين برضو مع أستاذ خالد أمين، وقولي بقى احنا بنعمل إيه هنا وفين. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك أستاذ القصواء، احنا هنا في قسم التصحيح اللي بيتولى التصحيح اللغوي لجميع المادة الصحفية في الجريدة من الصفحة الأولى حتى الصفحة الأخيرة، جميع الموضوعات الحوارات والتحقيقات والملفات. حضرتك هنا يعد قسم التصحيح من أهم الأقسام في الجريدة. المرحلة قسم التصحيح تبقى مرحلة متزامنة في مرحلة التجهيزات، يعني المادة عندما يتم جمعها ترسل إلى قسم التصحيح، بعدما ترسل إلى قسم التصحيح يتم تصحيحها وترجع لقسم التجهيزات حتى تأخذ الشكل النهائي. زي لو بصينا حضرتك هنا مثلا للصفحة دي مثلا، إحدى صفحات الجريدة بكرة مثلا، هذه قسم التصحيح قاري المادة كلها، ولو في أي حاجة خطأ أو كلمة مكررة أو مش مكررة بيشير ليها بحيث يتم يكتبها بخط اليد
بحيث لما تروح قسم التجهيزات ترجع لقسم التجهيزات الصحفية مرة تانية بتصحح وتبقى الصفحة في شكلها النهائي. من قسم التصحيح بنروح مع حضراتكم لقسم التجهيزات الفنية وبنشوف مع حضراتكم برضو تفاصيل كتير واحنا بنلف. احنا النهاردة كده المفروض ان احنا خلصنا معظم المراحل مع حضرتك، رحنا التجهيزات، التصحيح، السي تي بي. استاذ خالد امين مدير عام العدد الاسبوعي لجريدة الجمهورية، نورتنا وموفقين وللامام ان شاء الله، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا في صباح دريم. شرفتينا حضرتك استاذ قصوى وجميع فريق العمل وقناة دريم المحترمة، احنا بنشكر حضرتك جدا جدا. شرفنا بحضرتك، وبنكمل معاكم بقى ونوصل للمحطة الأخيرة وهنروح معاكم للمطبعة وجريدة الجمهورية، ماذا يحدث حتى تصل إلى الأيادي المصرية لقراءتها والتعرف على كل ما يحدث في مصر من خلالها، خليكم معنا. خرجنا وخلصنا الجولة معاكم، شفنا أماكن مختلفة، شفنا إزاي جريدة الجمهورية بتطبع، وإحنا بنتكلم عن المراحل دي هي بس مش مراحل طبع جريدة الجمهورية، هي مراحل أي جريدة بتطبع حول العالم بتعدي بنفس المراحل وبتعدي بنفس الأساسيات اللي هو البيزك بتاع الطباعة بتاعة الجريدة. بنجمع الأخبار، بنوصلها لمكان معين، محطة في محطة في محطة لحد ما بتوصل للمحطة الأخيرة. المحطة الأخيرة في كتابة الخبر بتكون عند رئيس التحرير، بتبدأ بعد كده بقى تقول إن الأمور خلاص بدأت تتزبط، بدأ الشكل العام للجريدة يترسم، هنروح بعد كده للمطبعة. وإحنا هنا عند رئيس التحرير هتلاقي بقى قاعة الاجتماعات، وداخل مؤسسة الجمهورية الحقيقة الشياكة كلها دي قاعة الاجتماعات. المفروض إن هنا سيد رئيس التحرير بيقام فيها أي اجتماعات متعلقة بأي حاجة خاصة بجريدة الجمهورية، وإحنا ماشيين معاكم المفروض إن إحنا داخلين دلوقتي على مكتب سيد رئيس التحرير الأستاذ عبد الرازق توفيق. الأستاذ عبد الرازق المفروض إنه حاليا بيتم بقى مراجعة أي حاجة متعلقة بالجريدة، بتعدي عليه كل حاجة، بيبدأ يقول ده ينفع ده ما ينفعش، ده يتراجع ده يتصحح. هنا إحنا دخلنا كده مع حضراتكم مكتب رئيس تحرير هذا الصرح المصري العملاق جريدة الجمهورية. هنا في المكتب بيتم كل حاجة، بتتم المقابلات، بتتم المراجعة، بيتم التصحيح، بيتم التعديلات، بيتم أي خطة حتى مستقبلية خاصة بجريدة الجمهورية. ولما نقول جريدة الجمهورية نقول الأقلام الأكثر اتزانا في الصحافة المصرية. نروح مع حضراتكم أستاذ عبد الرازق، استقبلنا أستاذ عبد الرازق بيكتب دلوقتي المقال الخاص بالعدد. أنا عايز أفهم إيه اللي بيجي لحضرتك هنا وبيتراجع إزاي وبيحصل إيه؟ أي المادة بعد ما تتحول لصفحات بنسميها عندنا السبعينات، السبعينات دي بيشوفها رئيس التحرير، بيطمئن على زي ما بنسميها، خلينا نسميها بالبلدي الخلطة اللي هو طلبها رئيس التحرير، الأولويات المانشيت مثلا هيكون في إيه، الموضوع اللي فوق الترويسة في إيه، أخبار الصفحة الأولى، بيطمئن الملفات اللي اتعملت وتم الاتفاق عليها اتعملت كما يجب وكما هو متفق عليه، الصور اللي موجودة، بيطمئن أيضا الوضع الإعلانات شكله إزاي، حتى بنقرا الماده اللي موجود فيها محتوياها الاعلانات ربما يكون فيها لفظ مسيء او خارج الثوابت الوطنيه والاخلاقيه والدينيه. يعني احنا جورنان دوله محترمه عظيمه زي مصر. اللي انا عايز اقوله لحضرتك كمان، الجورنان احيانا بيجينا احداث متاخره قبل الطبع بشويه، لو في خبر ده قرار رئيس التحرير ما ينفعش لو في حدث مهم جدا وخبر مهم جدا لسياده الرئيس ان الجورنان يطلع من غيره، فبيكون قرار التحرير ان احنا ننتظر ناخد الخبر ده بحيث ياخد دورته في الديسك ويتعمل له عناوين ويخش تصحيح وتبدا دورته الطبيعيه لغايه لما تحط في المكان اللي اختاره مدير عام التحرير او رئيس التحرير بشكل لائق. يعني احنا بنطمئن على كل صفحاتنا، مفيش دور، بنأكد على التزام بدورة العمل اللي هي من الديسك للجمع للتصحيح، من التصحيح تاني للجمع تاني ثم شاشة المنفذ، عشان كل يوضع أمام مسؤولياته وشايف نتجنب الأخطاء أو نتجنب أمور مفيش داعي لها. ان شاء الله الخير. عايز اعرف من حضرتك بقى وانتوا عاملين الرصد والملفات وكل الحاجات القوميه اللي شغالين عليها والوطنيه، اصدارات الجمهوريه ايه؟ والله عندنا الزميله المسا ده جورنان مسائي، عندنا برضو الكره والملاعب ده جورنان رياضي، عندنا
الايجيبشن جازيت او جورنان بيصدر باللغه الانجليزيه، والمؤسسه اعتقد ان هي اول جورنان اصدر مطبوعات. عندنا الايجيبشن جازيت، عندنا البروجري باللغه الفرنسيه، عندنا مجله حريته والمفترض انها مجله خفيفه ومجله اجتماعيه، عندنا كتاب العلم في الجمهوريه، عندنا عقيدتي يعني الصبغة الدينية موجودة فيها، والدين الإسلامي الوسطي وتسامح الإسلام ومحاربة الفكر التكفيري والإرهابي. عندنا لا المؤسسة بالفعل يعني دي مؤسسة وطنية، إذا كانت بعض الوقت شهدت بعض التراجعات شأنها، ولكن في اعتقادي أني ليها أولاد هم قادرين أن هم ينتشلوها ويحطوها. وأعتقد أن الجمهورية على سبيل المثال بشهادة الجميع، والشهادة مش شهادتنا، أني أصبحت على الأقل من أفضل الجرائد اللي موجودة في مصر بمنهجها الوطني ومراهنتها على القارئ المصري ومخاطبة تطلعاته وأمنياته، وأيضا أنها تخوض معركة الوعي إلى جانب معركة الأمن والحرب الدائرة اللي موجودة بتقودها قواتنا المسلحة العظيمة. أستاذ عبد الرازق، وإحنا على مكتبه نظارة الأستاذ عبد الرازق، وهتلاقي بقى الأوراق المبعثرة، مكاتب رؤساء التحرير العظماء في السنين اللي فاتت. كانت لما تدخل المكتب تلاقي المكتب مترتب، ما فيش ورقة محطوطة هنا ولا ورقة محطوطة هنا، والدنيا كانت ماشية بشكل مختلف تماما. لكن لما تدخل مكتب تلاقي الورق متبعتر، معناها ان في شغل، ومعناها ان المكنة دايرة. المكنة عندكم دايرة والدنيا مكركبة والورق متكوم قدامك. قولي المسؤولية من اول ما توليتها استاذ عبد الرازق لحد دلوقتي عملت فيك ايه على المستوى الشخصي؟ والله يعني عايز اقول لحضرتك المكاتب المبعثرة بتشير الى الهم الكبير. انت بصدد، ومع الاحترام لكافه الزملاء، بس انا لما اوصل لصحفي اشبه بمسجل ما بعرفش ايه اللي بيكتب يضر وينفع هذا البلد. الكلمه رساله ممكن يقع فريسه لخبر خارجي الهدف منه هو زي فعلا دس السم في العسل. في مقالات ممكن تسيء لاجهزه بتضحي باولادها وبتاع، في عندك معطيات. انت ازاي دلوقتي يعني ربما رسائل التحرير العظام اللي علمونا كانوا في اوضاع مستقره، البلد فيها ما كانتش، كانت بتعيش في اوقات طبيعيه، لكن مصر حاليا بتجابه تحديات كثيره ومخاطر كثيره، ولابد ان يضع اي رئيس تحرير او اي مسؤول عينيه وسط راسه، يعني يبقى يتحلى باليقظه ويتحلى بالحذر، لان هناك راي عام منتظرك، والطلقة عندما تخرج لا من الصعب أن تعيدها مرة أخرى. نسيب حضرتك بقى في المراجعة سبعيناتك وورقك اللي بيجي لك وأوراقك المبعثرة ومقالك، مقال بكرة، ونظارتك. تفضل يا أستاذ عبد الرازق، استمر، وهنقابل حضرتك تحت في المطبعة إن شاء الله. واتشرفنا بحضرتك وسعداء في وجودنا مع مقاتلين الكلمة المصرية. في انتظار حضرتك يا أستاذ عبد الرازق. المحطة الأخيرة والمكان الأخير، والمكان بيدور من حوالينا، والآن تطبع الجمهورية لتخرج إلى النور. معانا النسخة اللي حضراتكم شايفينها، الألوان، الكتابة، الطباعة، الفكر، الرأي، الأخبار اللي موجودة فيها، الرصد الدقيق لكل حاجة موجودة على الأرض. بختم مع حضرتك أستاذ عبد الرازق بعد الجولة اللي لفناها وشفنا فيها المكان الفكري والمكان الميكنه بقى الحديثه اللي موجوده. لو حضرتك هتقول للناس النهارده من قلب مطابع جريده الجمهوريه رساله من رئيس تحرير هذه الجريده العريقه وبالنيابه والاصاله عن كل الموجودين في هذه الجريده، هتقول للناس النهارده ايه؟ والله احنا رسالتي للشعب المصري، كل جهد شريف وكل واحد بيتفانى وبيعمل شغله صح وفي حرص على البلد ولصالح هذا الشعب، ان احنا لدينا بلد في حجم مصر عظيمه تستحق ان نتعب لها، تستحق ان نضحي بجهد بسيط عن نكون على مستوى الجندي والضابط اللي بيضحي. اعتقد ان انا بشكر من هنا كل زملائي سواء من العامل حتى الصحفي، بشكر كل عامل حط ايده وبذل مجهود ان هو يطلع اخراج لصحيفه حاجه مشرفه تليق بمصر. اعتقد ان احنا هنا يعني اسره واحده زي ما انا قلت لحضرتك، وقد ايه القارئ لابد ان يعرف ان احنا بنتعب عشان خاطره، بنتعب من اجله، وهو يستحق بالفعل، لان احنا بنشتغل علشان خاطره هو، علشان خاطر نجسد تطلعاته واماله احلامه
بنقف معاه في مشاكله وأزماته، بنعبر تعبير حقيقي عن الدولة المصرية وسياساتها الشريفة اللي بتتبناها. أعتقد أن الجمهورية ستظل لآخر لحظة في أنفاسنا وجنان وطني، وده اختيارنا الواضح والصريح. وبكده وصلنا مع حضراتكم هنا المحطة الأخيرة، هنا مطابع جريدة الجمهورية. الصرح الكبير العملاق اللي احنا شايفينه مع حضراتكم ده، ومن سنة 1953 مع أول مطبوع صدر من جريدة الجمهورية، ولحد سنة 2018 في عدد كبير جدا وعدد ضخم من الأقلام العاملة بقوة، في عدد كبير من العقول العاملة بقوة من أجل أن تخرج أوراق جريدة الجمهورية وصفحات جريدة الجمهورية محملة بهموم الوطن، محملة بأفكار المبدعين في هذا الوطن، يقاتلون بأقلامهم زي ما بسمي دايما الصحافة المصرية على مدار سنين طويلة وعلى مدار حقب تاريخية، كان القلم المصري وكان الصحفي المصري هو عمود وسند الوطن الحقيقي، بجانب كل من قاتل من أجل هذا الوطن، قوات مسلحة، شرطة، عاملين في أجهزة الدولة، مؤسسات. النهاردة واقفين مع حضراتكم وبنختم مع حضراتكم رحلة لفينا فيها داخل واحدة من أهم وأقوى المؤسسات الصحفية المصرية، تجولنا مع حضراتكم داخل أروقة جريدة الجمهورية، وشفنا معاكم إزاي بتطبع هذه الجريدة، شفنا معاكم كيف تكتب الأفكار وكيف تنقل الأفكار إلى حضراتكم، وشفنا معاكم أقلام تكتب من أجل هذا الوطن. كنا معاكم في جولة في صباح دريم في جريدة الجمهورية.